مش مهزك ملل البحث في الجريمة اليوم؟ لا مش البحث في الجريمة، ولكن نعيش كأي مواطن نتقابلوا تشكيات الناس، عندنا إحساس عام أنه الجريمة ومنسوبها مرتفع في بلادنا وعنده سنوات، مثلا مش كان الآن، ولكن هناك غياب لسياسات واضحة في علاقة بالجريمة. حاتم علي زعم، هل الإحساس هذايا هل هو غياب الأمن عند البعض؟ يقول لك يغيب الأمن، وليش نعملوا زادة ونجاوب أنا بوليس الكل مواطن؟ لا مش حكاية أمن وبوليس، لا أنا ما نعتقدش، ولكن غياب مقاربة شمولية في السياسات الحكومية للنظر الموضوع هذا ذا أهمية. احنا غطسنا ياسر في الجدل السياسي، في القوانين، في الانتقال الديمقراطي، في حرية العمل السياسي الجمعياتي، يعني الجدل خذا وقت كبير ياسر في المسائل السياسية هذه اللي على أهميتها طبعا ومهمة، ولكن في الموضوعات هذه ما ثماش التركيز، ما ثماش انتباه كبير ياسر. حتى عشت 10 سنوات على وقع الحملات الانتخابية والسياسية، ما شفتش مثلا في برنامج الأحزاب الموضوع متاع الجريمة منسوب الجريمة. نشوفوا مثلا عناوين كبرى، إصلاح التعليم، إصلاح الاقتصاد، إصلاح معناها وضع السياحة، إصلاح العلاقات متاع الدولة التونسية مع محيطها الإقليمي والدولي، يعني هناك عناوين كبرى، ولكن الحياة السياسية، الأحزاب اللي حكمت، الحكومات، الوزراء الغيرم، ما شفتش تركيز من جهة البرامج والمضامين لمجابات ظاهرة مثلا اسمها الجريمة. هو العنوان صحيح كبير، والإصلاح دخلوها راو للورشة لاتولي بشي صلحوا، كيف نقولوا إصلاح القطاع السياحي ولا التربوي، وعملوا عمالك الميكانيسيان متاعنا اللي بعد ما كمل صلح الحاجه يقول لك البولونات هذوما زايدين نحلين. اي ظاهره خاصه بينا في تونس، عملناها في القطاعات الكل، فما برشا حاجات زايدين نحلين نحلين. هذول حتى الموتور بيدو ما عادش يدور. جينا نصلحوا عملنا فسدنا، عملنا ما لم يفعله العدو بعدوه فعلا. هذه الإصلاحات لقيناها عناوين، ولكن واقع فعلي ما ثماش. وأيضا حاجة أخرى اللي يقولوها العباد الكل، يقول لك راهو أو المواطنين، ما نقولش الكل، البعض منهم يقول لك راهو منسوب الجريمة هذا علاش في ارتفاع للوضع الاقتصادي والاجتماعي. جزء من المقاربة عنده، هي جزء مهم جدا. ماهيش كل الجرائم هي نتاج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمقدرة الشرائية والظروف بتاع الناس. هناك جرائم أخلاقية، هناك جرائم التحيل، ما عدنا كثير من الجرائم. شوف المحاكم بالألف علي. لا ثم عقلية متاع الربح السريع، الربح اللي ما فيه الجهد، هذيك ثقافة احنا زرعناها. اي مش كان الفقراء راهم يعملوا جرائم، حتى احنا زرعناها. اي جرائم مثلا المتأتي عن استهلاك المخدرات، مش بالضرورة كان الفقراء يعملوا جرائم، الجرائم موجودة في كل معناها اوساط وطبقات المجتمع. صحيح. في الاغنياء، في الفقراء، في لدى الفئات المثقفة والقارية، لدى الفئات اللي مهمشة ومش قارية، يعني انواع الجرائم. ولكن الجرائم قاسية، الأسبوع الماضي أول أسبوع عشنا على وقع جريمة في بنزرت متاع قتل شنيع، ولكن ما هيش المرة الأولى الناس والكشاف تكلم فاكسيس قطر قالت ما هو لا يبدو أذاك كانت جنسية قطر افتراضي. يبدو أنه ما هوش قطري، هذا موش قطري اللي واضح. المشكل مش أنه قطري ومش قطري، منسوب الجريمة يدخل الرعب في الناس، يأثر على المناخات العامة، يأثر على الانتباعات لدى الناس. ما عاش نخرج، ما عاش نمشي، قول تاكسي يقول لك أنا في الليل ما عاش نخدم، الآخر يقول لك مش نبعث بنتي في النقل العمومي، ثم جرائم التحرش، خير يقول لك يلزمني نوصل اولادي حتى كان كبروا للمدرسه. اش معناه؟ معناه الناس ساعات المدرسه تبعد 100 و200 متر، ولكن يخاف، ثم حاله من الخوف، تولي انت في اسرتك تنتظر عوده ابنك. صحيح. يمشي يلعب الكوره، ولا يقعد مع اصحابه، ولا يخرج القهوه. صحيح. ولا ما نعرفش يمشي بيبلينات ولا غيرها. يعني هناك احساس عام في مجتمعنا، كذبوش على انفسنا، في عائلاتنا كي نقعدوا مع بعضنا، انه الجريمه تحاصرنا بطريقه او باخرى. المقاربه الامنيه لحالها لا تكفي، ما يكفيش انك تشد واحد توقفه لتربطه، هناك جرائم المواطن
فوالا هناك جرائم العود. شفنا الجريمه الشرعيه وقعت السنه الماضيه في المترو، البنيه كيفاش توفيت معناها بالنتاج النطره وهبطت المترو معناها ضربها. تو مشينا للجرائم، مشينا جرائم الكترونيه ومشينا جرائم الافتراضيه اللي ولات تختار كبير. اختار الاخر على المستوى لاريير بلون. اليوم المفتش خليفه بن سالم يبحث في هذه القضايا. هو بدليل أنه حد جزء من الوقت الحديث حاتم عن الموضوع استهلكناه قبل لأنه مستفز. احنا ديما الصباح نحكيه أول حاجة، يمكن بعد ما نقابله بعضنا ونصبح وكذا نحكيه على ما عشناه في حومنا، ما عشناه في بلادنا، في أسرنا، في غيرها من الوقائع هذه على مستوى الجريمة. كي تعمل كما قلت لك جرد يقول لك قضايا توفى تفوت 30,000 وغيرها قدام المحاكم، هذه القضايا اللي توصل للمحاكم لأنه هناك جرائم وهناك عنف وهناك معناها تمرد نسميها بين ظفرين على القانون وعلى العلاقات العامة. سائد وما يوصلش للمحاكم أو ما يوصلش للمراكز، تقريب كل يوم تروح في الكهرباء ممكن جدا معناها أي كروشاج أو أي معناها التحام ما بين زوج سيارات يتحول إلى جريمة ولا عنف ولا تبادل عنف ولا سباب ولا تعطيل الطريق العام. هذا يعكس أنا في اعتقادي مستويات كثيرة. صحيح ثم الجوانب بتاع أي مجتمع يعيش تخبطاتها على المستوى الاقتصادي ومعيشة الناس ترتفع فيه منسوب الجريمة، لأنه منسوب الجريمة في البرازيل ولا في الأرجنتين ما هو نفسه اللي موجود في سويسرا أو في ألمانيا أو في غيرها، لأنه المجتمعات أكثر رفاهية وانشغال بالعمل. هناك كذلك ثقافة تدريجية تغزو المجتمعات وهذه جزء منها أنا نحملها المسؤولية في بلادنا، هي ثقافة الإفلات من العقاب وعدم الخوف من الدولة ومن القانون. ثم الناس ما عادش تخاف، معناها قادر يعمل أي حاجة يتخيلها، معناها يتحدى ناس في سوق يدخل يعمل اللي يحب، يعمل العنف، يضرب تاجر كما قلت لك، يعتدي على أب حتى معها أبنائه على زوجة على غيرها. الناس ما ثقافة تغزو تدريجيا المجتمع تولي خطيرة، هي عدم الخوف يعني من العقاب، من القضاء، من الدولة، من الردع، من القوانين، الإفلات من العقاب، وهذا خطير وخطير. احنا مش نحكيه عن الجرائم اللي هي تعيشها المجتمع التونسي وياسر متاع هذا ما خلصش ديون وهذا ما خلصش نفقة وهذا أرض ونزاع لا عندنا جرائم خطيرة كما قلت لك توصل إلى حالة القتل. شفنا جرائم تاع قتل في وضح النهار، واحد يجبد سكينة يضرب إنسان يرديه قتيل. شفنا جرائم تاع اغتصاب شنيعة وعشتها بلادنا في أكثر من مرة. شفنا جرائم نتاج كما قلت لك استهلاك الأنواع من المخدرات اللي تؤدي للقيام بهذه الجرائم بطريقة شنيعة تؤدي في الانتباع العام. ساعات تلقى واحد في مدينة في تونس في سوسة في صفاقس في غيرها خاصة المدن الكبرى يقول لك الحومة الفلانية ما نقدرش نمشي لها، تقول أو فيها سوق أسوام ومعقولة ولا فيها فريب باي ولا غير، يقول لك نخاف علاش خلي كرهبتي ممكن يخلعها نتعدى في الشارع ممكن أي شخص يعتدي على. يتكون هذا الإحساس العام وهو خطير، ينزع على الناس طمأنينة لأنه الدولة في نهاية الأمر جزء من واجبها ومن حضورها في تاريخ المجتمعات هي هذه الطمأنينة الناس أنه هناك حد قادر يضبط الوضعية اللي هي الدولة. وقت اللي تصبح الناس في الثقافة العامة ما عادش تخاف من الدولة، مش معناها الخوف الاستكانة لها أو نتحدث عن الاستبداد في السياسة أو الحريات وغيرها، ولكن الدولة موجودة، الرقابة في الدولة المتقدمة اللي نحكي عليها احنا ونرغب نصبح كيف المجتمعات الغربية موجودة وحاضرة في كل مكان. يكفي وجود الكاميروات اللي هي تراقب أي إمكانية من المخالفات ومن الجرائم، يخاف هو كان يتجاوز معناها السرعة معينة يلقى روحه الأختية تنتظر فيه. احنا هذه المسألة غير موجودة لا في المقاربة اللوجستية كما قلت لك على مستوى توفير الإمكانيات، ولا في المقاربة السوسيولوجية الثقافية على مستوى القضاء على جريمة العود، لأنه عندنا مشكل اسمه جرائم العود. الناس تدخل السجن مش تتأهل باش تصبح مواطنين عاديين ويتأقلم مع المجتمع، لا يولي أكثر إجرام وهذا خطير. هذا مطروح تحدي كبير على السياسات الحكومية، خاصة احنا توا داخلين كما قلت لك العودة النظام العمل بحصتين
والمرواح مخر في الليل وغيرها، عودة المدارس اللي يطرح علينا تحدي كبير وحكينا فيه أكثر مرة، وهذا الناس كل تعرفوا قضايا الجرائم اللي تقع في الفضاءات القريبة من الفضاء المدرسي. شفنا معنا حكاية المخدرات، شفنا حكاية العنف، وشفنا حكاية كما قلت لك القلق اللي يعيشوه الصغار وخاصة البنات قدام المدارس وغيرها. يتطلب سياسات حكومية تتجاوز المستوى الأمني والردعي، طبعا هذاك عنده دور، المستوى القضائي والقانوني عنده دور، ولكن المستوى الثقافي اللي تزرع داخل المجتمع أنه يعتبر هذا خطر داهم على المجتمع. إذا ما توفرش الحد الأدنى من طمأنينة الناس اللي تعيش في المجتمع، عندك فلوس ما عندكش فلوس، تخدم ما تخدمش، إذا أنت ماكش مطمئن نفسيا على مصيرك ومصير أولادك وعلى مرواح من القراية أو من القهوة كما قلت لك أو ماشي يقضي ولا غيرها، تصبح معنى الحياة مخيفة. إن شاء الله الحكومات يعني تلتفت لهذا الموضوع بجدية، كما فكروا في مستقبلنا في علاقة بالماء أو مستقبلنا في علاقة بالغذاء ومستقبلنا في علاقة بالطاقة، نفكروا في مستقبلنا علاقة بالأمن المواطني.